السلام عليكم. شكرا لتصل الموقع عارفينو دخل حضور النص التغطية نهار الجامع العام التأسيسي لمؤسسة نواه نزمة. يجي المؤسسة يجي الهدف النس التنموي 100%. الهدف النس هو يعني المواكبة للمجالس المنتخبة وخصوصا المجلس البلدي النضى ديال المشاريع التنموية. تغنخدم خرج البرنامج يمغى سمية مشروع قناص النضى ينازو نهار نشين بحكم انه غنغيجم التمثيلية اسم نواه نزمة ديال المجلس البلدي. نشتغل خط تطبيق النس نهار 8 يجي المولود الجديد يجي المؤسسة يجي ندايس المئات من الشباب يجي نوني هني خصنا نذكر البصمة نسن نقدم لجنة قيمة مضافة في مدينة النهضة ونشتغل مرة يعني فوس الكفوس كمجالس منتخبة مؤسسة يعني كمجتمع مدني حما أنا وضغ الأهداف التنمية. وشكرا للتصخ مرة وذاني كين غيحضان مرة الفنانين يأثر جيد شو خم مرة توقع جزيز يعني ثلاثي عام شي مسوجة باش أنا وضغ نتيجة مثالية توقع أخشى قاعمو توقع الفكرة الحلم وجزء القانون كاين اللي يبان لي كيف الناس اللي قال سي خصها نوضها من غد ونهار. ولكن الحمد لله نجح انه نسمو خيج الفكره المئات الميودان كانت امل من الزايس تلك الناس وجناسوس. وكذلك الكيج التحدي مزوار هو انه نوضف زايس الانتخابات الجماعيه نجح دايس الحمد لله نهار القمر للمكتب المصري. ولكن اهم حاجه باش تبقى هي يعني راس مال البشريه اللي نديرو مره ايكيلوغ يجي مستعدين انه مثلا من ثاني النهضه يجي نشطها في الافكار نسن في زمان نسن سمعنا يعني من يمكن نسمع نسن كل شيء هنا نشوف اذا مدينه النهضه ما تستعدش نهار نقول غير جو محطه مهمه زي ما صار وهم زي ما يجي المحطه هو انه نترجم مره الاقوال مره الوعود مره يعني الافكار يتوارن على ارض الواقع. الحمد لله وفقا لسي لافي انا وضعنا نكتب المسير المساعدة للسكية الثقة كذلك للمستشارين الجماعيين اللي جاك الى النهار وعاد اخوان وكذلك الثقة من رئيس المجلس سمو الهزيم وعجل وكوينة المجلس نهار كينا في الصحة كي مشينا كذلك يجان زي المعارضة ولكن ولكن تاع مسوي بخير سي الحاج لمصالح هذا البلد. تبريع عندنا فقرة ايديكوال رمش صغير صغير اللي جا الواحد تسمى اللي جانا خدمنا تطبيق القطاعات من الافكار تغادي القطاعات تغادي البرنامج. من بعد زي ما المكتب الموسيين اللي جاني المكتب الاداري العنسيان المؤسسة هي ثلاث سنين وكذلك الاعضاء اللي غادرائف كذلك الإدارة يمكن المكونية المسلمين يشتغل مع ركنا صراحة وتشتنا وتخلص وكذلك تفعل قدرتك باسم لأي واحد يعني يتوقع شيء فكرة أو يعني يحب شيء حاجة أتفق اسمي فاصل الراقي هدى أعتاني كذلك الراقي سمية شي نتيجه اليوم نهار سواء في الانتخابات سواء في النجاح ولا في المحطه تغض بفضل وذلك كاين غير تعاطفوا سجلنا كاين تغض يعني توصل لك يوم للتليفون تغض توصل لك يوم للريزو سوسيو باش نهار يعني نلقى مره نقول مره ونتمنى تفيد جد البدايه جد البدايه جد المسلسل جد المسار يجد ثمار النص وثمار النص هذا حصلنا والله مره يعني ودي مرة خميسة وخميسة مرة وجبول جمعة وايدين قاعد نشتم الانتخابات ولكن الاقليم يكمل نحاول ان نوصل المرة في وسط مرة سنة. شكرا للطاس امين سيدة امين شي كلمة امين بعد باش تسلم واحد امين جديد ونبدا اقف عضو للمجلس مستشار للمجلس تقدر تجي كاتب المجلس هذه كلمة ولكن كذلك وصلها إلى المستشارة النائبة السابعة للرئيس ولي عبد الحليم كيما قاعد نركب هذه جزء الكلمة. أولا
شدة الشكر للمغرب ماذا يمكن أن يتم سواء المتعاطفين في المغادرة والزمان سواء الأعضاء المغادرة سواء أعضاء المجلس البلدي خصيت بذكر يمكن أن سي عمر العزوزي الأخ حكيم شندال نشكر إذا الطاس الحرة المساكين الدمتان والتقى نسيها الهيكام شن السي محمد يخصه مني أنه المبادرة يا مجلس المبادرة وتعديها لنا الأخ سي محمد من طالق تسكيش من طالق تزيوان ربنا نحسن السيوة يعني من طالق تزيزيوة نهارات الحمد لله اليوم سواء أعضاء الشيء اليوم مركز القرار بالبلدية وكذلك أعضاء المتربين كتاب والمستشارين والحمد لله أن نحتاج للتعاطف رق رمز الساكنة نتمنى إن شاء الله أبني علي أن تقاومت وتخيل كل أمل من الساكنة اللي يمكن تقيا سواء دائما الشيء كأعضاء المبادرة ولا زمان ولا كمكتب المجلس البلدي نتمنى إن شاء الله وتخيل كل أمل وشكرا مرة أخرى شكرا قاس احمد المجدي خذوا الكلمه النائب رئيس مجلس البلديه عليا الخطاري يجان لكن زين الهيئه مزوالو للمبادره الاولى للزمله وان شاء الله نتشرف ونشرف خصوصا يعني العنصر النسوي من داخل المكتب وخصوصا وانه يعني انتظر بوضع الطاس ونهار يعني لجنه الرهان هو رقم واحد في قدره المجلس الكفاءه المجلس وتيجي المطلوب نهار الزيولية نهار نشي مرة الناس نشفوس مرة يديك نعاون حما يعني نخدم في أحسن تمثيل وتقول كتبها وكذلك نش كذلك المقدمين يجي نشي جان الممثلة نوفا المستشارين نوفا يجي الرئيس نوفا الأعضاء يجي مرة لازم نتطور مرة نشي نفوس يعني مرة وفعلا جميع الظروف وجنس الجيولية وجنس فقط وقراتها أول تجربة على الناس الصينية نحوج لنا أكثر فورماسيون